بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي الفيروس كورونا المستجد في مصر عن اليوم الأحد الموافق 19 إبريل 2020، اليوم الثاني من الأسبوع العاشر لفيروس كورونا المستجد في مصر. بلغ عدد الإصابات اليوم 112 إصابة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في مصر 3144، بينما عدد الوفيات اليوم 15 حالة وفاة. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 31 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 732 حالة، من أصل 1001 حالة تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية. وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر، فإنني أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الصحي بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على ما قدموه من دعم للقطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات لتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مما كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، بالإضافة إلى جهود القوات المسلحة المصرية في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين. وبكل الفخر أتوجه بالشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، حائط الصد الأول للأمراض المعدية التي تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت وحتى الآن، وذلك لما يبذلوه من جهد عظيم في هذه الفترة الاستثنائية، حيث يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من مستشفيات الحميات والصدر، وتقوم الفرق الطبية بتلك المستشفيات بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة وأخذ المساحات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. هذا وقد قدمت مستشفيات الحميات والصدر الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 1.5 مليون مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أو الحالات المشتبه بإصابتها فيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن مجانا، وذلك من خلال 81 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية المختلفة بمتوسط تردد يومي يزيد عن 25,000 حالة في اليوم. وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، تم اليوم عقد الاجتماع الدوري مع الأطقم الطبية بعد 9 مستشفيات عزل، وهي أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تميل أمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها، وذلك للإطمئنان على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ولا يفوتني أن أثني على الدور الكبير المبذول من قبل الصيادلة لما أثبتوه من كفاءة في العمل من خلال متابعة توفير المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، وكذلك دورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم.